بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. كنا قد توقفنا عند قول الإمام أبي شجاع رحمه الله تعالى ورضي عنه وأرضاه: فصل في التيمم. انتهينا قبل ذلك من الكلام على الوضوء، وهو المقصد الأول من مقاصد كتاب الطهارة، ثم ثنينا بالكلام على الغسل وأحكامه، وهو المقصد الثاني من مقاصد كتاب الطهارة. وها نحن نثلث بالحديث عن فصل التيمم، وهو المقصد الثالث من مقاصد كتاب الطهارة. وقلنا قبل ذلك بأن الطهارة لها وسيلتان: الوسيلة الأولى الماء، والوسيلة الثانية التراب عند فقد الماء. ففي هذا الفصل يتحدث فيه الماتن والشارح رحمهم الله تعالى عن أحكام هذه الطهارة الترابية، شروطها وفرائضها وسننها ومبطلاتها، كما تحدثنا تماما في باب الوضوء. قال الشيخ الماتن رحمه الله تعالى: نقول معا: وشرائط التيمم خمسة أشياء. وجود العذر بسفر أو مرض، ودخول وقت الصلاة، وطلب الماء، وتعذر استعماله، وإعوازه بعد الطلب، والتراب الطاهر الذي له غبار. فإن خالطه جص أو رمل لم يجز. نعم، اقرأ يا شيخ إمام. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لنا صدورنا، ويسر لنا أمورنا، واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا وعلومكم في دارين، آمين. فصل في التيمم. وفي بعض نسخ المتن تقديم هذا الفصل على الذي قبله. والتيمم لغة القصد، وشرعا إيصال تراب طهور للوجه واليدين بدلا عن وضوء أو غسل أو غسل عضو بشرائط مخصوصة. قال: التيمم لغة القصد، يعني حينما أقول تيممت فلانا أي قصدته، تيممت فلانا أي إيه؟ أي قصدته في سورة البقرة: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني ولا تتعمدوا إلى الذهاب إلى الرديء من مال الصدقة حتى تخرجوه في الصدقات. فالقصد التيمم لغة، يعني في لغة العرب،
بمعناها الواسع معناها الايه القصد. وشرعا قال ايصال تراب طهور للوجه واليدين بدلا عن وضوء او غسل او غسل عضو بشرائط مخصوصة. يبقى ايصال تراب طاهر طهور للوجه واليدين بدلا عن وضوء، ولو وضوء فرض او مندوب بالشروط التي تأتي، او غسل ايضا غسل فرض او مندوب، او غسل عضو بشرائط مخصوصة، او غسل عضو يعني مثل المسح على الجبيرة، المسح على الجبيرة مثلا لو الذراع في كسر كما سيأتي بعد قليل، يكون هناك جبيرة او جبس على الكسر، فامسح على الجبيرة واتيمم عن هذا العضو، واتيمم عن هذا الايه العضو كما سيأتي. يعني عندنا في المذهب لابد بعد المسح من التيمم عن العضو، لابد بعد المسح من التيمم عن الايه عن العضو الذي فيه الكسر. فهذا معنى ايه او غسل عضو بشرائط مخصوصة. وطبعا التيمم بدل عن العضو الواجب في الوضوء، يعني لا يصح ان نتيمم مثلا عن الاستنشاق او عن المضمضة، لا، التيمم يكون عن ايه بدلا. اذا كنا نتيمم عن عضو فقط، عن عضو واحد، فانما نتيمم عن عضو ايه واجب من الاعضاء التي يجب غسلها في الايه في الوضوء، مثل الوجه او اليدين او الرجلين. نعم. وشرائط التيمم خمسة اشياء، وفي بعض نسخ المتن خمس خصال: احدها وجود العذر بسفر او مرض. وجود العذر بسفر او مرض. نعم. العذر طبعا يعني يعني خاصة السفر بالذكر، لان الغالب في السفر ان يعني من يسافر يتعرض لفقد الايه لفقد الماء كثيرا، فمن اجل ذلك خاصة السفر بالذكر. لكن الحضر المدينة التي نعيش فيها يعني فقد الماء فيها يعني بالكلية صعب او نادر، او اذا حدث لا يدوم. نعم. والثاني دخول وقت الصلاة، فلا يصح التيمم لها قبل دخول وقتها. يبقى الثاني من الشرائط دخول وقت الصلاة، دخول وقت الصلاة، فلا يصح التيمم قبل دخول الوقت الصلاة. يبقى وهذا ما يفترق فيه التيمم عن الوضوء. الوضوء ممكن ان اتوضأ قبل الايه قبل دخول الوقت، قبل اذان العصر اقوم واتوضأ استعدادا لصلاة العصر، لكن التيمم لا، لابد من التيمم، لابد فيه من ايه من دخول الوقت. يعني لا يصح ان اتيمم قبل دخول وقت الصلاة التي اصليها، انتظر الى ان يؤذن ان يؤذن العصر ثم بعد ذلك اتيمم واصلي العصر، لكن اتيمم قبل دخول الوقت لا. لماذا؟ لانني قد اجد الماء قبل الوقت، فلماذا اتعجل؟ فهذه طهارة ضرورية لا ألجأ اليها الا في وقت الايه الا في وقت الضرورة، ووقت الضرورة عندنا دخول وقت الايه الصلاة. نعم.
والثالث طلب الماء بعد دخول الوقت بنفسه أو بمن أذن له في طلبه. طلب الماء بعد دخول الوقت بنفسه أو بمن أذن له في طلبه، يعني أبدأ أسأل، دخل وقت الصلاة أبدأ أسأل من معي في الرفقة، هل معكم ماء؟ أبدأ أنظر في المحيط الذي حولي، هل هناك أحد معه ماء، ولو أشتريه منه. يعني بعض الناس يقوم يبحث لا يجد ماء فتيمم، لا، عندك بقال أو سوبر ماركت أسفل البيت، انزل واشتري منه الماء وتوضأ بالماء. فيطلب يبقى بعد دخول وقت الصلاة أبدأ في طلب الايه؟ في طلب الماء، أبحث في رحلي، في خيمتي، في السيارة التي أركبها، ثم أسأل من حولي من إخواني، هل أحد معه ماء؟ هل أحد يبيع الماء؟ فيطلب الماء من رحله ورفقته، فإن كان منفردا نظر حواليه من الجهات الأربع إن كان بمستوى من الأرض، فإن كان فيها ارتفاع وانخفاض تردد قدر نظره، يعني يردد نظره إلى غاية قدره، هل يجد مثلا أماكن ممكن يجد فيها الماء؟ إن ظن ذلك أو رأى بعينه ذلك بعد أن يردد نظره في كل الجهات التي من حوله فيذهب وإلا تيمم. نعم. والرابع تعذر استعماله. يعني نعم. يعني حددوها بقدر رمية السهم، بقدر رمية السهم، يعني لو واحد أتى بسهم ورماه يعني بعيدا في كل الجهات، يعني حددوها بهذا الحد برمية السهم. نعم، هذا الحد واجب أن يبحث فيه. نعم. تعذر استعماله، هنا هو معه الماء، في هذه الصورة معه الماء، ولكن به مرض يمنعه من استعمال الماء، فأيضا له الرخصة في أن يتيمم. يبقى عندنا فقد الماء في حد ذاته من أسباب إباحة التيمم. الثاني وجود الماء لكن تعذر استعمال الماء في الوضوء أو في الغسل، فأيضا هذا يوجب إباحة الإيه؟ إباحة التيمم. نعم. أي الماء بأن يخاف من استعمال الماء على ذهاب نفس أو منفعة عضو. من الذي يحدد ذلك؟ الطبيب. الطبيب قال لي مثلا إنسان مثلا مبتلى بمرض مثلا جلدي، والطبيب قال له لا تأتي بالماء على وجهك مطلقا، يبقى إذن نسمع كلام الطبيب ونتيمم، لكن لست أنا من نفسي من أحدد الايه؟ ال- 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 الخوف أو تعذر استعمال الماء، الطبيب هو الذي يقول ذلك ولست أنا. نعم. ويدخل في العذر ما لو كان بقربه ماء وخاف لو قصده على نفسه من سبع أو عدو أو على ماله من سارق أو غاصب. طيب الماء قريب وأنا أعرف أن في هذه الجهة فعلا ماء، ولكن هذا المكان مخيف، فيه حيات، فيه سباع، فيه ذئاب، وأخاف أن أذهب لهذا الماء، عدو يرصدني، فهذا خوف، هذا أيضا من إيه؟ من مبيحات التيمم. نعم. ويوجد في بعض نسخ المتن في هذا الشرط زيادة بعد تعذر استعماله، وهي وإعوازه بعد الطلب.
إعوازه بعد الطلب يعني الاحتياج، يعني أنا معي الماء أو طلبت الماء ووجدت الماء، ولكني إعوازي عن احتياج، ولكني أحتاج هذا الماء للشرب، أو معي مثلا قطة، أو معي مثلا كلب حراسة، أو معي جمل إبل مثلا أمشي في الصحراء بالجمال وأحتاج هذا الماء لشرب الجمال، فأيضا يباح لي التيمم في هذه الحالة، لأن الماء الذي معي أحتاجه لمنفعة حقيقية. نعم. والخامس التراب الطاهر أي الطهور غير المندى، ويسبق الطاهر بالمغصوب وتراب مقدرة لم تنبش. الخامس من شرائط التيمم التراب الطاهر، التراب الطاهر، الفتيمم صعيدا طيبا، الصعيد عندنا التراب الطاهر. فقال أي الطهور غير المندى، لقال أي الطهور، ما الفارق بين الطاهر والطهور؟ طيب من يعرف ما الفارق بين الطاهر والطهور؟ من يا شباب؟ تفضل. ممكن ايه؟ ايوه، يبقى الطاهر هو في ذاته طاهر، لكن الطهور اي يرفع الحدث ويزيل الايه النجس. اتفقنا انه ليس كل ماء طاهر يرفع الحدث، ممكن الماء يكون طاهر، مش احنا اخذنا في اقسام المياه طاهر ايه غير مطهر، وهو الماء المستعمل والمتغير بما خالطه من الطاهرات، أليس كذلك؟ كذلك التراب، هناك تراب مستعمل، تراب مستعمل في الطهارة، أنا استعملت هذا الماء هذا التراب مرة في التيمم، فأيضا لا يستعمل مرة ثانية في الايه في التيمم، كالحال في الوضوء تماما. فهذا معنى أي الطهور، الطهور يعني الذي يصلح لرفع الحدث أو الذي يصلح للتيمم، لأن التيمم لا يرفع الحدث، وإنما التيمم يبيح الإيه الصلاة فقط، التيمم لا يرفع الإيه الحدث. غير المندى، غير المندى المندى اللي هو التراب الرطب المبتل بالماء، هذا التراب المبتل بالماء أو الذي يشبه الطين لا يصلح استعماله في الايه في التيمم. لماذا؟ لأنه ليس له غبار، لأن الشرط في التراب أن يكون تراب له ايه غبار، ألفظ بيدي هكذا يطلع ايه غبار، لكن التراب المبتل بالماء هذا هل يحدث غبار؟ لا، هات أي تراب وضع عليه الماء لا يحدث إيه غبار. الطين التراب بعد أن تحول إلى طين هل يحدث غبار؟ لا، يبقى هذا لا يصلح للإيه لا يصلح استعماله في التيمم. ويصدق أي يصدق لفظ أو يصدق الطهور، لفظ الطهور أو الطاهر بالمغصوب، إحنا تراب غصبه، غصب إنسان يعني تراب من أخيه الإنسان، هذا التراب في ملكي مثلا وفي حوزتي في خيمتي، وجاء إنسان وإيه وغصبه أو سرقه، استعماله في التيمم يعني يبيح به التيمم أو يصلي به مع الإيه
مع الاسم مثل الماء تماما. هذا الماء ملكي، أخذت هذا الماء مني وهو ملكي غصب وتوضأت به. الوضوء صحيح أم لا؟ صحيح، لكن أنت تأثم بفعل الايه؟ الغصب، بأنك اغتصبت سرقت هذا الماء مني. وترابي مقبرة لم تنبش، وترابي مقبرة لم ايه؟ لم تنبش، يعني لم تفتح. نبش المقبرة يعني فتح الايه؟ المقبرة. خفتم؟ طيب، تراب المقبرة إذا نبشت يعني فتحت، والتراب الذي داخل المقبرة ما الإشكال فيه؟ من يعرف؟ ما الإشكال في تراب المقبرة إذا فتحت من الداخل؟ ما الإشكال فيه؟ ما الإشكال؟ من يعرف؟ ليس فيه إيه؟ لا. المشكلة في تراب المقبرة من الداخل هي ماذا يحدث للميت في المقبرة؟ ها؟ الإنسان إذا دفن ماذا يحدث له؟ يتحلل، أليس كذلك؟ فيختلط الصديد الذي في جسم الإنسان بالإيه؟ بالتراب، فيتنجس التراب. من أجل ذلك لا يجوز استعمال هذا التراب، تراب المقبرة المنبوشة، يعني تراب القبر من الداخل الذي دفن فيه الإنسان واختلط بالصديد والدم النازل من الإنسان في حال تحلله، لا يجوز استعماله من أجل علة الإيه؟ النجاسة، لأن هذا التراب أصبح إيه؟ نجسا، لأنه ماذا قال هنا؟ التراب الطاهر. يبقى شرط في التراب الذي يجوز استعماله في التيمم أن يكون إيه؟ طاهرا. نعم تفضل. لا إشكال، لا إشكال، لو أن القبر ليس فيه ميت لا إشكال، ولكن المشكلة في المقبرة التي فيها ميت وتحللت أجزاؤه واختلط الصديد النازل من الميت بالتراب فتنجس التراب. نعم. ويوجد في بعض النسخ زيادة في هذا الشرط وهي الذي له غبار، أي التراب الطاهر الذي له غبار، التراب الطاهر الذي له غبار. نعم. الذي له غبار فإن خالطه جس أو رمل لم يجس. يعني إيه جس؟ إيه هو الجس؟ الجس اللي هو الجير، الجير الأبيض أو الجبس، تعرفونه أم لا؟ لو ذهبت تعرفون الأسمنت أم لا؟ الأسمنت الذي تبنى به البيوت يستخدم في البناء، هو الجير أيضا هو مادة ولكنه أبيض، مادة بيضاء مثل الأسمنت، أيضا يستخدم في المعمار ونحو ذلك. فإن خالطه جس أو رمل، فإن خالطه هنا يتحدث عن صورة إيه؟ اختلاط التراب بغيره، اختلاط التراب بغيره من الطاهرات، اختلاط التراب بغيره من الطاهرات. فقال إن اختلط، يعني يعطي مثال، إن اختلط التراب الجس الأسمنت الجير الدقيق واختلط بالتراب، هنا إيه؟ لا يصح استعمال هذا الماء في الإيه؟ هذا التراب في الطهارة. قال أو رمل، أو رمل عندنا الرمل على نوعين، الرمل على نوعين، رمل
رطب كأنه مبتل، كأنه مبتل. هذا النوع من الرمال إذا ضربت بيدك عليه لا يخرج إيه؟ غبار. فهذا النوع من الرمال لا يجوز لك أن تستخدمه في التيمم، لكن غير ذلك من الرمال يجوز استعماله في الايه؟ في التيمم. فكأنه يقول فإن خلطه جص أو رمل، يعني مثالان، الجص مثال للتراب الذي خلطه شيء طاهر، والرمل مثال للتراب الذي ليس له غبار. يبقى العلة في الرمل هنا إيه؟ أنه ليس له إيه؟ غبار. وقلنا بأن الرمل على نوعين، نوع إن ضربته أو إن ضربت بيدك عليه لا يخرج غبار لنداوته لرطوبته، كأنه مبتل لا يخرج غبار، فهذا لا يصح لك أن تتيمم به. يبقى الخلاصة أن التراب الذي يصح لك أن تستخدمه في الطهارة هو التراب الطاهر الذي إن ضربت عليه بيديك أخرج إيه؟ غبارا. نعم. وهذا موافق لما قاله النووي في شرح المهذب وتصحيحه، لكنه في الروضة والفتاوى جوز ذلك، أي جوز التيمم بالتراب الذي خالطه رمل لا جس. لكن طبعا إيه؟ المعتمد هو ما صححه في الايه؟ في المهذب. احنا اتفقنا ان كتب الامام النووي لها ترتيب، عندنا التحقيق كتاب ثم شرح المهذب ثم الروضه، ان اختلف قوله مثلا في الروضه والمجموع نقدم ماذا؟ المجموع. ان اختلف قوله في المجموع والتحقيق نقدم ماذا؟ التحقيق، وهكذا. يبقى ننتبه جدا ونحن نقرا الامام النووي في هذا الشأن، لأن أقواله قد تختلف من كتاب إلى كتاب، فأيهما نقدم؟ وقلت لكم ذاكروا مختصر الفوائد المكية للشيخ السقاف، هل ذاكرتم أم لا؟ من ذاكر؟ من اشترى هذا الكتاب وحرص عليه؟ كم؟ من اشترى يرفع يده؟ ما شاء الله، لا اليوم هناك مدد، الحمد لله على ذلك. أريدكم جميعا أن يعني هذا الكتاب، كتاب مختصر للفوائد المكية للشيخ السقاف، هذا الكتاب غاية في الأهمية، لا بد وأن يكون عند كل طالب يدرس فقه الشافعية. نعم. ويصح التيمم أيضا برمل فيه غبار، وخرج بقول المصنف التراب غيره كنورة وسحاقة خزف، وخرج بالطاهر النجس، وأما التراب المستعمل فلا يصح التيمم به. قال وخرج بقول المصنف التراب غيره، وقال والتراب الطاهر، فخرج به غيره. مثل ماذا؟ كنورة. عارفين النورة ولا مش عارفينها؟ النورة هذه أخلاط مركبة أو مكونة من الحجر الكيري، نوع من أنواع الحجارة. هذه الأخلاط يعني توضع مع تخلط بالماء وتستعمل في إزالة شعر الإبط وشعر العانة، يعني بالذات النساء يعني يعرفون هذه النورة، هو أشبه بالمعاجين أو المراهم التي يزال بها الشعر الحديثة. فهذه النورة مستخدمة من الايه؟ من حجر كيري، ليست من تراب الايه؟ من تراب خالص. فمن أجل ذلك لا يجوز استعمالها في الايه؟ في التيمم.
قال وسحاقة خزف. سحاقة الايه؟ خزف. السحاقة او الخزف الاول، الخزف هو الطين المحروق، يعني يأخذون الطين ويضعونه في درجة حرارة معينة لصناعة الفخار، صناعة مواد الفخار. يعني قديما كانوا يهتمون بالأدوات الفخارية هذه. فهذا الطين المحروق إن قمت بطحنه، يعني هذا الطين يمر بعملية بعد حرقه في النار، يمر بعملية طحن حتى يصير بعد ذلك خزفا. فعملية الطحن هذه يسحق فيها، يعني يكون الطين أشبه بالبودرة، أشبه بالمواد الجيرية أيضا. هذا يعني هذه أمثلة لما لا يجوز استعماله في الإيه؟ في التيمم. يعني الشاهد من هذه الأمثلة، أنت قص عليها أي مثال، أنه لا يجوز استعمال غير التراب الطاهر في الإيه؟ في التيمم مطلقا. أي شيء مصنوع من مواد حجرية، من مواد جبلية، من مواد صخرية، كل ذلك لا يجوز أن يستعمل في الإيه؟ في التيمم مطلقا. نعم. قلنا السحق، السحق دق الشيء. يعني مثلا تأتي بحجر وتقوم بدق الحجر إلى أن يصير إيه؟ بودرة، أو يصير إيه؟ قطعة تقوم بدقها. يعني هي قطعة حجرية جيرية مثلا، تقوم بدق هذه القطعة مثلا بآلة، مثلا تدق هذه القطعة إلى أن تصبح أشبه بالإيه؟ بالجير، بالجير أو بالجبس، تكون بودرة في يدك. فهذا هو السحق، السحق. فهذا المراد بسحاقة الخزف، أن الخزف هذا طين محروق، الطين يوضع في درجة حرارة معينة و يضاف إليه بعض المواد ويصنع به الخزف، يصنع منه الخزف أو الفخار، الأدوات الفخارية. فهذا الخزف أو هذا الطين بعد حرقه، إن جئنا وقمنا بدقه هكذا حتى صار رمادا أو صار شبه التراب أو شبه البودرة، تعرف يصير مثل الدقيق، تعرف الدقيق؟ يعني يصير ليناً مثل الدقيق. هذا معنى السحق، يعني الحجر يدق 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 إلى أن يصبح مثل أو شبيه بشكل الدقيق. فيقول لك الحجر الصخري أو الجيري إن وصل إلى هذه الدرجة وأصبح مثل البودرة، أيضاً لا يجوز لك أن إيه؟ أن تتيمم به. لماذا؟ لأنه ليس تراباً، فالتراب الطاهر فقط هو الذي يجوز لنا أن نتيمم به. قال وأما التراب المستعمل فلا يصح التيمم به. مثلاً تراب مستعمل في إزالة النجاسة، مثلاً التراب الذي استعمل في تطهير الإناء من ولوغ الكلب فيه، مش احنا عندنا في 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 كيفية تطهير الكلب، تطهير الإناء إذا شرب منه الكلب أو ولغ فيه، كيف التطهير؟
كم مرة؟ 7 مرات إحداهن بالإيه؟ بالتراب. فهذا التراب استعمل في إزالة الإيه؟ النجاسة. فهل يجوز لنا أن نستعمله بعد ذلك في التيمم؟ لا، كما قلنا قبل ذلك في الماء، قلنا الماء الذي استعمل في فرض الطهارة لا يجوز لنا أن نستعمله مرة ثانية في الوضوء. فكذلك التراب الذي استعمل في إيه؟ في إيه؟ فرض الطهارة. فرض غسل الإناء 7 مرات ده واجب. فهذا هذا التراب الذي استعمل في طهارة الإناء من ولوغ الكلب فيه لا يجوز لنا أن نستعمله في الإيه؟ في التيمم. نعم. وفرائضه 4 أشياء، أحدها النية، وفي بعض نسخ المتن 4 خصال: نية الفرض، فإنه نوى المتيمم الفرض والنفل استباحهما أو الفرض فقط، استباح معه النفل وصلاة الجنازة أيضا، أو النفل فقط لم يستباح معه الفرض. وكذا لو نوى الصلاة ويجب قرن نية التيمم بنفل. طيب، واحدة موضوع النية في التيمم ده خطير جدا، لازم يعني لابد من فهم. والمشايخ الأزهرية يعني إذا جلسوا مع طالب في الامتحان في الفقه يعني لابد وأن يظهروا يعني عبقريتهم وعجزه بسؤاله عن الفرق في النية بين الوضوء والتيمم. هذه عادة في الأزهرية، عادة سيئة، لا بد وأن يفعلوا ذلك في الطالب. يا ولد، ما هي نية التيمم؟ يا عم الشيخ، نية التيمم هي نية رفع الحدث. طيب، صفر، تفضل. هكذا، صفر، تفضل. لا، كن إيه؟ فاطناً، كن إيه؟ فاطناً. حتى إذا دخلت في امتحان كلية الشريعة في الفرقة الأولى وسئلت في باب التيمم، كن إيه؟ فاطناً. إن أجبته بالإجابة الصحيحة لن يسألك ثانية، وسيعطيك الدرجة النهائية إن كان له ضمير، يعني سيعطيك إيه؟ الدرجة النهائية. لكن إن أجبت على الفور أعطاك إيه؟ صفراً مشرقاً. يعني دائماً الطالب يكون بالذات في الامتحان الشفوي يكون فاطن. كان أستاذ من أساتذتنا كان الطالب يدخل: يا ولد، صلاة الجنازة كم ركعة يا ابني؟ 4 ركعات يا أستاذ. طيب، يلا مع السلامة، عرفتك. لا، كل فاطن. هي صلاة الجنازة فيها ركعات؟ 4 تكبيرات. كان يأتينا السؤال في الامتحان هكذا: جارك المسيحي مات وطلبوا منك أن تقوم بتغسيله، فكيف تغسله؟ طبعا أنت إيه؟ تكتب 3 صفحات في كيفية الغسل: أقوم وأسمي الله، وأسمي الله على من؟ هذا يعني إلى طريق آخر. فدائما الطالب يعني يكون فاطنا فاهما، يفكر قبل أن إيه؟ قبل أن يجيب. طيب، اتفقنا أن النية في الوضوء قلنا محلها أين؟ عند إيه؟ الغسل. أول إيه؟ أول الفرض اللي هو الإيه؟ الوجه. والنية في الوضوء اتفقنا أنها نية رفع الإيه؟ الحدث. طيب، هل التيمم يرفع الحدث؟ لا، لا يرفع الحدث، ولكنه يبيح لك الايه؟ الصلاة حتى يأتي الماء. إذا التيمم لا يرفع الحدث ولكنه يبيح لك الصلاة، يبيح لك قراءة القرآن، يبيح للزوجة
التي انقطع حيضها ولا تجد ماء لكي تغتسل من أجل جماع زوجها يبيح لها جماع الزوج هكذا. لكن التيمم لا يرفع حدثا. نريد أن نحفظ هذه نية الوضوء، إيه؟ رفع حدث، لأن الماء يرفع ليه؟ الحدث. لكن النية في التيمم إيه؟ استباحة أو استباحة مفتقر إلى طهارة، كقراءة القرآن، كمس المصحف. لكن التيمم ها لا يرفع إيه؟ حدثا. ننتبه إلى ذلك ونحفظ ذلك. قال فإنه المتيمم الفرض والنفل استباحهما، يعني نويت أصلي صلاة الظهر فرضا وسنن الظهر القبلية والبعدية وما شئت من النوافل، أستبيح بذلك الإيه؟ الفرض وإيه؟ وما معه من نوافل. قال أو الفرض فقط، يعني نوى الفرض فقط، نوى بتيممه استباحة الفرض فقط، استباح معه النفل وصلاة الجنازة أيضا، حتى لو نوى الفرض يأخذ معه إيه؟ النوافل، حتى ولو لم ينوي النوافل، ولكن يجوز له بتيمم واحد أن يصلي فرضا واحدا وما شاء من الإيه؟ من النوافل. أو النفل فقط، يعني أو نوى النفل فقط، نوى صلاة التراويح بتيممه لم يستبح معه الفرض، يبقى أنا نويت بتيممي صلاة التراويح، هل يجوز لي أن أصلي بهذا التيمم العشاء؟ لا. يبقى إن نويت الفرض، الفرض يأخذ معه ليه؟ النوافل. لكن إن نويت النافلة أكتفي بالنافلة ولا يأخذ معه ليه؟ الفرض، ولا يستبيح معه ليه؟ الفرض. وكذا لو نوى الصلاة أي مطلقا، يعني لو نوى استباحة الصلاة مطلقا لم يحدد فرض أو نفل، وكذا لو نوى الصلاة أي مطلقا بدون تحديد، نكتب ونقيد هذا الكلام مهم جدا. وكذا لو نوى الصلاة أي مطلقا بدون تحديد فرض أو نفل يستبيح بها النفل فقط، يستبيح بها النفل إيه؟ فقط. يبقى لو نوى النفل فقط يستبيح بتيممه إيه؟ النفل فقط. إن نوى الصلاة مطلقا بدون تحديد فرض أو نفل ينوي أو يستبيح به إيه؟ النفل فقط. الأئمة قالوا بأن النية على ثلاثة مراتب في التيمم، أن ينوي فرض الصلاة، أن ينوي فريضة عينية مثل الصلاة أو الطواف المفروض، هذه مرتبة أولى، نكتب هذا الكلام. أول مرتبة أن ينوي فريضة عينية مثل الصلاة أو الطواف، طواف الإفاضة فرض. المرتبة الثانية أن ينوي النافلة من الطواف ومن الصلاة وصلاة الجنازة. المرتبة الثالثة أن ينوي ما عدا ذلك كقراءة القرآن وسجدة التلاوة وتمكين المرأة زوجها من جماعها حين فقد الماء. يبقى عندنا كم مرتبة؟ ثلاث مراتب. المرتبة الأولى ليه؟ الفرض، نوى الفرض. المرتبة الثانية ليه؟
نوافل الصلاة والطواف. المرتبة الثالثة إيه؟ ما عدا ذلك من الأمور المفتقرة إلى الطهارة، مثل سكة التلاوة، مثل قراءة القرآن، مثل تمكين المرأة زوجها من الجماع. فإن نوى واحدا، إن نوى إيه؟ واحدا، يعني شيئا واحدا فقط، ننتبه، إن نوى إيه؟ شيئا واحدا من المرتبة الأولى، يعني مثلا نوى صلاة الظهر فقط، نوى صلاة الإيه؟ الظهر، استباح واحدا منها، يعني من المرتبة الإيه؟ الأولى، هي المرتبة الأولى، مرتبة الإيه؟ الفريضة، نوى الفرض سواء صلاة أو إيه؟ أو طواف. فنوى واحدا من المرتبة الأولى، مثلا مثل صلاة الظهر بتيممه، نوى بتيممه صلاة الإيه؟ الظهر. طيب ماذا يستبيح بهذا التيمم؟ يستبيح به إيه؟ صلاة الظهر فقط، وجميع المرتبة الثانية والثالثة. واضح أم لا؟ نوى بها إيه؟ نوى شيئا واحدا فرضا واحدا، لأن التيمم لا يفعل به أكثر من إيه؟ من فرض واحد، يعني التيمم يصلى به الظهر وحده، لا يصلى به العصر، عند العصر نجدد التيمم، ليس مثل الوضوء، هذا مما يفترق به التيمم عن الوضوء. فإن نوى شيئا واحدا من المرتبة الأولى، ها، استباح إيه؟ شيئا واحدا، هذا الشيء الواحد من المرتبة الأولى وجميع الثانية والثالثة. طيب وإن نوى واحدا أو شيئا واحدا من المرتبة الثانية، يعني نوى مثلا بتيمم صلاة التراويح، يستبيح به جميع الثانية والثالثة، يستبيح به جميع المرتبة الثانية وجميع المرتبة الايه؟ الثالثة. طيب إن نوى شيئا من المرتبة الثالثة، مثلا نوت المرأة أن تتيمم لكي يحل جماع زوجها لها بسبب فقد الماء، تستبيح به المرتبة الثالثة كلها وتمتنع عليها الأولى والثانية. يبقى هذه درجات النية وما يستبيحه التيمم الواحد من الايه؟ من المراتب. عندنا ثلاث مراتب، أول مرتبة نوى بها الايه؟ الفرائض، نوى بتيممه شيئا من الفرائض، يتيمم لصلاة الظهر فيستبيح به صلاة الظهر وحدها وجميع الايه؟ المرتبة الثانية والثالثة. ايه هي المرتبة الثانية؟ النوافل. طيب نوى شيئا من المرتبة الثانية التي هي النوافل، نوى بتيممه صلاة التراويح، نوى طواف التطوع، يبقى يستبيح بهذا التيمم جميع الايه؟ الثانية والثالثة. طيب المرتبة الثالثة، نوى بتيممه سجدة التلاوة او قراءة القرآن، يستبيح به جميع الايه؟ الثالثة، ويمتنع عليه المرتبة الأولى والايه؟ والثانية. واضحة أم لا؟ طيب إن شاء الله بالقراءة أكثر سيتضح. ستأتيك حالا صبرا. نعم تفضل. التيمم ودخول الوقت الصلاة، متى دخل الوقت صلاة الجنازة؟ متى إيه؟ دخل وقت صلاة الجنازة. صلاة الجنازة بانتهاء غسل الميت، بانتهاء غسل الميت. نعم. فإذا من غسل ويريد أن يصلي، هل تيمم
بدل الزوج والمرأة يجب التيمم يعني هو في الرجل فيه جنابة ويريد أن يصلي الصبح يوجد ماء أم لا؟ أي ما هو لماذا أغتسل من الجنابة؟ لكي يصلي. فكذلك أتيمم مرة واحدة لكي لماذا الغسل من الجنابة؟ للصلاة، أليس كذلك؟ لماذا نغتسل من الجنابة؟ من أجل الصلاة، لأنه لا يجوز لك أن تصلي وأنت جنب. فكذلك التيمم، إن تيمم عن الغسل يصلي به فرض. نعم تفضل. ننتظر يعني إن شاء الله، بس ننتظر، وأغلب الأسئلة ستجدون الإجابة عليها مع قراءة الدرس في آخر الدرس. إن لم نجد الإجابة نسأل. نعم تفضل. ويجب قرن نية التيمم بنقل التراب للوجه واليدين، واستدامة هذه النية إلى مسح شيء من الوجه ولو أحدث بعد. نعم، يبقى بداية من نقل، من أول أبدأ نية التيمم، من أول ما أبدأ أن أضرب بيدي على التراب من هنا، وتستدام النية إلى بداية غسل إلى بداية غسل الوجه. نعم. ولو أحدث بعد نقل التراب لم يمسح بذلك التراب بل ينقل غيره. يعني هذه الصورة هو ضرب بيده على التراب، وقبل أن يمسح الوجه مثلا انشغل بأي شيء آخر، قبل أن يمسح خرج مثلا منه ريح، فهل يعني يمسح بهذا التراب أم يضرب ضربة ثانية؟ هنا الشيخ يقول يعني لم يمسح بذلك التراب بل ينقل غيره. طبعا هي مسألة خلافية، لكن نحن في مثل هذا الكتاب لا ننشغل يعني كثيرا بالخلافيات، ولكن نأخذ الصورة والمعلومة. ففي هذه الصورة التي ذكرها الشيخ أنه ينقل ترابا غيره، الصورة واضحة لا؟ أنا التراب أمامي فضربت ضربة على التراب لكي أمسح الوجه، فقبل أن أمسح الوجه انشغلت بهاتف، انشغلت بشيء آخر فخرج مني ريح، فهل أمسح مباشرة أم يشترط أن أضرب ضربة ثانية جديدة بعد الحدث؟ فهنا يعني قال الشيخ لم يمسح بذلك التراب بل ينقل غيره. نعم. والثاني والثالث مسح الوجه ومسح اليدين مع المرفقين، وفي بعض نسخ المتن إلى المرفقين، ويكون مسحهما بضربتين، ولو وضع يده على تراب ناعم فعلق بها تراب من غير ضرب كفى. يبقى هنا الفرض الأول النية، الفرض الثاني والثالث مسح الوجه ومسح اليدين إلى المرفقين. يبقى قال ويكون مسحهما بضربتين، ويكون مسحهما يبقى الضربتين عندنا واجبتين، الضربتان يعني ويكون مسحوه ضربتين أي وجوبا، أي لابد من ضربتين، لابد ضربة. الضربة الأولى أضرب بيدي على التراب هكذا، التراب الذي له غبار، ثم أنفض يدي وأمسح الوجه كله بيدي بالتراب، ثم ضربة ثانية أمسح بها اليدين إلى المرفقين، اليد اليمنى ثم اليد اليسرى، هكذا هو التيمم فقط. يبقى ضربة لابد من ضربتان،
ضربة للوجه وضربة لليدين. قال: ولو وضع يده على تراب ناعم فعلق بها تراب من غير ضرب كفى. يعني هو وكأن الشيخ يقول المدار هنا بأن الضرب ليس شرط، ولكن الشرط هو في نقل التراب إلى الوجه وإلى اليدين. لو وضع الذراع مثلا على التراب وعلق به التراب فخلاص يكفي ذلك. يعني الشيخ يقول المراد هنا هو نقل التراب إلى الوجه أو إلى اليدين بأي وسيلة كانت. الضرب هذا وسيلة من وسائل نقل التراب إلى الوجه ثم إلى الإيه؟ ثم إلى اليدين. لكن لو نقل التراب بأي وسيلة كانت كفى ذلك. واضح أم لا؟ نعم. هو معلش، هو لأن طبعا التيمم يعني لا نستعمله كثيرا في حياتنا، من أجل ذلك يكون يعني في الفهم فيه شيء من البعد وعدم التصور، ولكن نتدرب، لأن كثيرا يعني من الأحوال قد تعرض لك. يعني أنا مثلا من قرابة 10 سنوات كنت أستعد للسفر للحج، كنت في الرياض وأستعد للسفر للحج، فجلست أذاكر يعني كتاب الإيضاح في المناسك للإمام النووي. فالإمام النووي ذكر مقدمة في أحكام التيمم والوضوء والمسح على الخفين، فأنا يعني قلت في نفسي سأمر هذه المقدمة وأدخل على أحكام الإيه؟ الحج. يعني أنا أريد أحكام الحج، فيعني لا أنشغل بهذه المذاكرات ونحن يعني الآن في حضر وكذا وكذا. ففي طريق السفر مثلا عند الطائف مثلا قبل مكة بحوالي 90 كيلو، كان في يوم ليلة التروية في ليلة 8 من ذي الحجة، أغلق الطريق تماما من مكة إلى الطائف. الطريق مغلق تماما، زحام شديد، ووقفنا تقريبا في مكان يعني كله جبال، لا صخر لا زرع فيه ولا ماء، لا شيء مطلقا، لا في مثلا كافيتيريا، لا في سوبر ماركت، لا في أي شيء ممكن تشتري منه أي شيء. أنت واقف في الهواء ومن حولك الجبال تحيط بك من كل جانب. نريد أن نصلي، نريد قضاء الحاجة، يا ابني هات كتاب الإيضاح، نقرأ أحكام الاستنجاء بالحجر وأحكام التيمم، واحتجنا لهذه الأحكام. فهذه الأحكام قد تتعرض لأي حال في أي موقف تحتاج فيه إلى هذه الأحكام، فلا بد من الاهتمام بها ومن ذاكرتها جيدا. والرابع الترتيب. ممكن إن نويت ذلك ينقل. نعم. فيجب تقديم مسح الوجه على مسح اليدين سواء تيمم عن حدث أصغر أو أكبر، ولو ترك الترتيب لم يصح. وأما أخذ التراب للوجه واليدين فلا يشترط فيه ترتيب، فلو ضرب بيده دفعة على تراب ومسح بيمينه وجهه وبيساره يمينه جاز. معنى الكلام ده؟ قال: الترتيب في مسح الوجه واليدين شرط، يعني أمسح الوجه الأول وبعد ذلك اليدين، لكن لا يشترط الترتيب في الضربة. بمعنى إيه؟ أو لا يشترط الترتيب
في نقل التراب. بمعنى ايه؟ احنا قلنا لابد من ضربتين، أليس كذلك؟ طيب، هل شرط أن تكون الضربة الأولى للوجه فقط والضربة الثانية لليدين؟ لا، ممكن أن تكون الضربة الأولى للوجه وأمسح اليد اليمنى، والضربة الثانية أمسح بها اليد الإيه؟ اليسرى. فهمتم؟ الشيخ يريد أن يقول الترتيب واجب، ها؟ اتفقنا؟ الضربتان واجبتان، اتفقنا؟ اتفق. لكن ترتيب نقل التراب إلى الوجه أولا بضربة، ثم نقل التراب إلى اليدين بضربة ثانية غير الأولى ليس بواجب. فممكن بضربة واحدة أمسح الوجه ثم إيه؟ ذراع، والضربة الثانية الذراع الآخر. هذا مراد الشيخ. أنت ترتب، أنت يعني بنيتك ترتب التراب، يأتي تمسح بوجهك ثم بيديك، يعني أنت تنوي بذلك الترتيب. ممكن الكيفية أو ماذا؟ الكيفية في قوله يعني فلو ضرب بيده دفعة على تراب، أنا هذا هو التراب ضربت بيدي عليه، هل يشترط إحنا اتفقنا أنه يشترط ضربتان، لكن هل يشترط أن تكون الضربة الأولى للوجه فقط ثم الضربة الثانية لليدين؟ هل يشترط ذلك؟ لا. فلو أني ضربت بضربة واحدة ثم مسحت وجهي وذراعي الأيمن ثم بالضربة الثانية مسحت الذراع الآخر، هذا يكفي، هذا جائز. فهو يقول لك ليس شرطا أن تكون الضربة للوجه فقط ثم الضربة الثانية لليدين فقط، يقول بأن ذلك ليس بشرط، هو الشرط ضربتان، لكن لا يشترط أن تكون الضربة الأولى خاصة بالوجه فقط ثم الضربة الثانية خاصة باليدين فقط. فلو أنك ضربت ضربة ومسحت الوجه ثم ذراع ثم بالضربة الثانية مسحت الذراع الآخر فقط، فهذا إيه؟ فهذا جائز. وسننه أي التيمم ثلاثة أشياء، وفي بعض نسخ المتن ثلاث خصال، التسمية. نعم، دقيقة. هذا التراب يكون ايه؟ لا، ما هو حضرتك انا مثلا في المضمضة قلنا ان من كيفيات المضمضة ممكن يعني بغرفة ماء واحدة اتمضمض واستنشق بها في نفس الوقت، هذا من كيفيات المضمضة. فكذلك التراب هو هي ضربة واحدة يعني للوجه والذراع، كما في الغرفة الواحدة في المضمضة أفعل بها المضمضة والاستنشاق مرة واحدة. أنا أعطيك مثال يعني تقريب، مثال للتقريب. فأيضا الضربة الواحدة ممكن أمسح بها الوجه ثم الذراع، يعني هكذا أمسح الوجه ثم الذراع. التسمية. نعم. وتقديم اليمنى من اليدين على اليسرى منهما، وتقديم على الوجه على أسفاله. نعم.
والموالاة وسبق معناها في الوضوء. طب نعم. وبقي للتيمم سنن أخرى مذكورة في المطولات، منها نزع المتيمم خاتمه في الضربة الأولى، أما الثانية فيجب نزع الخاتم فيها. لماذا؟ لأن الماء في الوضوء، الماء يعني يجري تحت الخاتم بسهولة، لكن التراب يعني يحتاج إلى تحريك الخاتم، لأن التراب ليس مثل الماء، فمن أجل ذلك يجب تحريك الخاتم في الإيه؟ في التيمم بخلاف الوضوء. نعم. والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء، أحدها كل ما أبطل الوضوء وسبق بيانه في أسباب الحدث، فمتى كان متيمما ثم أحدث بطل تيممه. نعم، كل ما أبطل الوضوء يبطل الايه؟ التيمم. والثاني رؤية الماء. رؤية الماء يعني ليس شرطا أن يكون الرؤية بالنظر، ولكن المراد العلم بوجود الماء. أنا كنت فاقد للماء فصرخ صارخ وقال الحمد لله وجدنا الماء، حصل إيه؟ علم بوجود الماء، ليس شرطا يعني الإيه؟ الرؤية النظرية للماء، ولكن العلم بوجود الماء. نعم. وفي بعض النسخ وجود الماء في غير وقت الصلاة. وجود الماء في غير وقت الصلاة، يعني في غير وقت التلبس بالصلاة، يعني رؤية الماء قبل أن أقول الله أكبر، طالما نطقت بحرف الراء من أكبر أصبحت في حكم آخر سيتكلم الشيخ عنه، لكن قبل الله أكبر، قبل أن أنطق بحرف الراء ففورا لا أكمل الصلاة. إن رأيت الماء أو علمت بوجود الماء قبل أن أنطق حرف الراء من الله أكبر، ها، أتوقف فورا وأذهب للوضوء ويبطل الإيه؟ التيمم. لكن إن قلت الله أكبر ودخلت في الصلاة، هنا إيه؟ حكم آخر. يبقى قال في غير وقت الصلاة، أي في غير وقت التلبس بالصلاة، ها، بأن كان قبل تمام الراء من الله أكبر. شباب معي أم لا؟ الكلام واضح أم لا؟ الحمد لله، أنتم أمناء. طيب، فمن تيمم لفقد الماء ثم رأى الماء أو توهمه قبل دخوله في الصلاة بطل تيممه. يبقى هذا الحكم الأول، رأيت الماء أو ظننت أن الماء قد حضر فيبطل الايه؟ التيمم. طيب، فإن رآه بعد دخوله فيها، يعني إن رأى الماء أو علم بوجود الماء، يعني جاءت رن على التليفون، جاء الماء أو وجد الماء أو جاءته رسالة على التليفون جاء الماء وهو في الصلاة بعد الله أكبر، فماذا يفعل؟ فما الحكم؟ يبقى اتفقنا الحكم الأول، إن علم بوجود الماء أو رأى الماء أو ظن وجود الماء قبل أن ينطق بحرف الراء من الله أكبر يبطل إيه؟ التيمم ويذهب إيه؟ للوضوء. طيب، هو دخل في الصلاة وصرخ صارخ القوم جاء الماء أو حضر الماء، فما الحكم؟ وكانت الصلاة مما لا يسقط فرضها بالتيمم، كصلاة مقيم بطلت في الحال، أو مما يسقط فرضها بالتيمم كصلاة مسافر فلا تبطل فرضا كانت الصلاة أو نفلا. كلام يعني إيه؟ محتاج شوية يعني بيان. هو درس التيمم يعني إيه؟ يعني مليء بالإيه؟ بالخفر، فيعني إن شاء الله تحل يعني شيئا فشيئا. قال إن رآه، الضمير عائد على ماذا؟
على إيه؟ أي الماء، فإن رآه أي إيه؟ الماء بعد دخوله فيها. الضمير عائد على إيه؟ على الصلاة. وكانت الصلاة مما لا يسقط فرضها بالتيمم كصلاة مقيم بطلت في الحال، لا يسقط فرضها بالتيمم كصلاة مقيم بطلت في الايه؟ في الحال. ايه معنى صلاة يسقط فرضها بالتيمم ومعنى صلاة لا يسقط فرضها بالتيمم؟ الصلاة التي يسقط فرضها بالتيمم أي لا يجب عليك أن تعيد الصلاة مرة ثانية بعد وجود الماء، خلاص صليت وانتهى الفرض الذي عليك وسقط ولا تجب عليك الإيه؟ الإعادة. هذا معنى إيه؟ صلاة يسقط فرضها بالإيه؟ بالتيمم. طيب ما معنى الصلاة التي لا يسقط فرضها بالتيمم؟ ها؟ من يفهم؟ من يقول من خلال فهمه؟ ها؟ إذا هي الصلاة التي يجب عليك إيه؟ أن تعيدها بعد وجود الماء. يبقى عندنا التيمم قد يسقط عنك، قد تتيمم ويسقط عنك فرضية الصلاة فلا تحتاج إلى الإعادة، وقد لا يسقط عنك فرضية الصلاة فتحتاج إلى الإيه؟ إلى الإعادة. زي ايه؟ عندنا في المذهب انسان قام من نومه جنبا والماء شديد البرودة ولا يجد ما يسخن فيه الماء، فماذا يفعل؟ يتيمم ويصلي وعليه الإعادة. لماذا؟ لأن هذا عذر نادر، لأن هذا عذر إيه؟ نادر. كل البيوت فيها السخان، فيها البوتاجاز، فيها الكبريت، يعني الأدوات موجودة. هذا العذر عذر إيه؟ نادر. فهذا تيمم، إنسان تيمم ولكنه إيه؟ ها؟ لم يسقط الإيه؟ الفرض الذي عليه ووجبت عليه إعادة الصلاة بعد ذلك. فهمتم؟ يبقى هذا مثال لتيمم، لتيمم أسقط، لم يسقط فرضية الصلاة من عليك ولكنك تيممت وصليت لحرمة الوقت ثم تجب عليك الإعادة بعد ذلك. طيب أنا في سفر وفقدت الماء في السفر وتيممت، هل أعيد الصلاة مرة ثانية؟ لا، لا أعيد الصلاة. يبقى التيمم في هذه الحالة أسقط الفريضة من عليك فلا تخاطب بالإعادة مرة ثانية. يبقى هذا معنى قول الشيخ وكانت الصلاة مما لا يسقط فرضها بالتيمم، والصلاة التي سقط فرضها بالتيمم. قال، نقرأ بقى الكتاب. قال وكانت الصلاة، فإن رأى الماء بعد الدخول في الصلاة، وكانت الصلاة مما لا يسقط فرضها بالتيمم كصلاة مقيم. لماذا قال يعني كصلاة مقيم؟ المقيم في الحضر، المقيم في الحضر، الغالب في الحضر في المدينة وجود الماء، فعدم وجود الماء في المدينة عذر إيه؟ نادر. لذلك لو تيمم الإنسان في الحضر أو في المدينة، ها؟ يجب عليه إيه؟ الإعادة.
لأن هذا عذر إيه؟ نادر. مثاله المثال الذي يعني مثلنا به في الذي توضأ يتيمم من أجل البرد ولم يجد ما يسخن به الماء، هذا عذر إيه؟ نادر. لكن عدم وجود الماء في السفر في الصحراء هذا وارد وكثير وغالب. فهنا قال إيه؟ كصلاة مقيم بطلت في الحال. لماذا بطلت في الحال؟ لأنه لا فائدة منها. هو رأى الماء ودخل في الصلاة، وصلاته على أي حال سيعيدها، على أي حال إيه؟ سيعيدها. فلماذا يكمل الصلاة؟ لا فائدة من ذلك، فتبطل الصلاة في الحال. أو مما يسقط فرضها بالتيمم كصلاة مسافر، إنسان تيمم وهو إيه؟ في سفره، والغالب في السفر عدم وجود الماء فلا تبطل فرضا كانت الصلاة أو نفلا. يبقى لو رأى الماء وهو يصلي، أو علم بحضور الماء وهو يصلي، فعندنا حالتان. الحالة الأولى أن تكون هذه الصلاة مما إيه؟ تسقط فرضيتها بالتيمم، مثل صلاة الإيه؟ ها؟ صلاة الإيه؟ المسافر تسقط فرضيتها بالإيه؟ يعني إيه تسقط فرضيتها؟ يعني لا يجب عليه الإيه؟ الإعادة، فيكمل ويتم الصلاة. طيب إن لم تسقط فرضيتها بالتيمم، يعني سيعيد الصلاة على أي حال، ها؟ تبطل الصلاة في الإيه؟ في الحال، لأنه لا فائدة من إتمام هذه الصلاة. وضحت هذه المسألة أم لا؟ أرجو ذلك. نعم. حينما يجد الماء يعيد. نعم. وإن كان تيمم الشخص لمرض ونحوه ثم رأى الماء فلا أثر لرؤيته، بل تيممه باق بحاله. وإن كان تيمم الشخص، هذا إنسان تيمم للمرض، فالماء بالنسبة إليه هو أصلا الماء موجود، ولكنه يتيمم لعذر الإيه؟ المرض. فهذا لا إشكال بالنسبة إليه إن رأى الماء وهو يصلي، لأنه على أي حال لن يستعمل الماء بسبب إيه؟ المرض الذي فيه. نعم. والثالث الردة، الثالث من مبطلات التيمم. نعم. وهي قطع الإسلام. نعم. وإذا امتنع شرعا استعمال الماء في عضو، هنا بدأ الشيخ يتحدث في 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 باب أو جزئية المسح على الجبيرة. هنا بداية المسح على الإيه؟ على الجبيرة. نحن قبل ذلك كنا نتحدث، احنا قلنا ايه قبل في تعريف التيمم؟ ايصال تراب طهور للوجه بدلا عن وضوء او غسل، ها؟ او غسل ايه؟ عضو. انتهينا في كل ما مضى من التيمم عن الوضوء او عن الايه؟ الغسل. سيبدأ الكلام هنا في الايه؟ في كيفية التيمم عن إيه؟ عن عضو حدث فيه مرض، حدث فيه كسر، كيف التعامل مع هذا العضو؟ قال وإذا امتنع أي حرم شرعا، وإذا امتنع شرعا أي إيه؟ حرم، بأن أخبر الطبيب بأن استعمال الماء ضار بوجهك فيحرم عليك استعمال الماء، يحرم. إن أخبر الطبيب بأن استعمالك للماء سيحدث ضررا عظيما بك، فيحرم عليك حينئذ إيه؟ استعمال الماء. هذا معنى قوله إيه؟ وإذا امتنع شرعا أي حرم عليك استعمال الماء بإخبار من؟ إيه؟ ليس بإخبارك أنت، بإخبار إيه؟ الطبيب. وإذا امتنع شرعا استعمال الماء في عضو
أي في عضو من أعضاء الوضوء أو في جزء من البدن بالنسبة للمغتسل من الجنابة. قال: فإن لم يكن عليه ساتر، يعني عليه أي على الإيه؟ أي على موضع العلة، على موضع الجرح، على موضع المرض، على الموضع الذي أخبر الطبيب بأنه يتجنب الماء، وجب عليه التيمم وغسل الصحيح. وجب عليه التيمم وغسل الصحيح، يعني أغسل الجزء الصحيح من البدن ثم أتيمم عن العضو الذي منعت من غسله. ها نحن نتحدث، وهنا في صورتين. الصورة الأولى: هناك موضع قال الطبيب ممنوع وصول الماء إليه ولكن ليس عليه شيء، مثلا عافانا الله جميعا ابتلاه الله بمرض في الجلد، فالطبيب قال هذا الجلد يوضع عليه مراهم وهكذا، ولا يوضع عليه جبيرة أو يعني لزوق أو شاش، يترك هكذا لكن لا يقترب منه الماء. في هذه الحالة يبقى هذه أول صورة. الصورة الثانية: هناك كسر أو جرح ولكن وضع عليه جبيرة أو شاش هكذا، يعني ستر الجرح أو العضو المجروح بساتر. في الصورة الأولى التي هي يعني عدم وجود ساتر على المكان الذي فيه الجرح، عليك فقط أمران: التيمم غسل الصحيح أولا، ثم التيمم بدل بدلا عن هذا العضو الذي منعت من إيصال الماء له. قال: ولا ترتيب بينهما للجنوب، ولا ترتيب بينهما للجنوب، بينهما الضمير عائد على عائد على على التيمم وغسل الصحيح. الضمير عائد على التيمم وغسل الصحيح. يبقى ممكن اغسل الصحيح وبعد ذلك اتيمم عن العضو الجريح. نعم. طيب اتيمم عن الجريح اولا ثم اغسل الصحيح، لا حرج، لا يشترط الترتيب في حاله الغسل. طيب اما المحدث، يعني المحدث حدثا اصغر بخلاف يعني المحدث حدثا اكبر، فانما يتيمم وقت دخول غسل العضو العليل، فإن كان على العضو فإنما يتيمم وقت دخول غسل العضو العليل. أنا مثلا الجراحة في يدي اليمنى، الجراحة في يدي اليمنى وأنا أتوضأ، في الغسل اتفقنا لا يشترط الترتيب بين التيمم وغسل الصحيح، لأن بدن الجنب كالعضو الواحد. لكن في الحدث الأصغر لا، الوضع يفترق، لا أترك عضوا إلا بعد كمال طهارته، يعني لا أنتقل إلى عضو إلا بعد كمال طهارة العضو الذي قبله. فماذا أفعل؟ أولا أغسل السليم أو الجزء السليم مثلا من ذراعي، أغسله، ثم بعد ذلك أتيمم عن هذا العضو قبل أن أنتقل للذراع الأيسر. يبقى لا أنتقل من اليد اليمنى إلى اليد اليسرى في الوضوء إلا بعد انتهاء طهارة اليد اليمنى كاملة. يبقى واجب حاجتين: غسل الجزء الصحيح والتيمم عن الغسل عن الجزء العليل الذي أخبر الطبيب بأنه لا يقترب منه بالماء. واضحة أم لا؟ متأكدون؟ ها؟ أكيد؟ واضح يا شباب؟
واضح الكلام؟ طيب قال فإن كان على العضو ساتر، هنا بقى الايه؟ الجزء الآخر. الصورة الأولى كان العضو جريح ممنوع وصول الماء إليه وليس عليه ايه؟ ساتر. قلنا الواجب فيه حاجتين، غسل الصحيح والتيمم ايه؟ عنه. غسل الصحيح والتيمم عنه. طيب قال فإن كان على العضو ساتر، قال فحكمه مذكور في قول المصنف، اقرأ. وصاحب الجبائري جمع جبيرة بفتح الجيم، وهي أخشاب أو قصب تسوى وتشد على موضع الكسر ليلتحم. يبقى الجبائر مثلها اللصوق، مثلها الأشاش، مثل الجبس الذي يعني يلف على العضو الذي فيه كسر حتى يلتئم الكسر. هذه الجبيرة، هذا الكبس الذي هو على العضو الذي فيه الكسر، كيف نتعامل معه؟ احنا اتفقنا في عدم وجود ساتر على العضو الجريح ماذا نفعل؟ ها؟ غسل الصحيح ثم ليه؟ التيمم عن ليه؟ عن العضو الجريح. طيب أما في حالة الساتر قال نعم، يمسح عليها بالماء إن لم يمكنه نزعها لخوف ضرر مما سبق، ويتيمم صاحب الجبائر في وجهه ويديه كما سبق. يبقى يمسح عليها، يمسح على كل الجبيرة، ننتبه إلى ذلك، يمسح على إيه؟ على كل الجبيرة. يمسح عليها أي على جميعها بالماء إن لم يمكنه نزعها لخوف ضرر ويتيمم. يبقى هيزيد هنا عن الصورة السابقة إيه؟ المسح على الجبيرة. الصورة الأولى التي كانت فيها جراحة وليس هناك ساتر، ولكن منع الطبيب من وصول الماء إلى الجراحة، إيه؟ كان الواجب إيه؟ غسل الصحيح ثم التيمم عن الايه؟ عن الجريح. هنا في الجبائر يضاف اليها الايه؟ المسح على الجبيره. يبقى اولا يمسح على كل الجبيره، يعم المسح بكل الايه؟ الجبيره. ثانيا يغسل الجزء الايه؟ الصحيح. ثالثا يتيمم عن هذا العضو. يبقى هذه الامور ايه؟ ثلاثة. قال ويصلي ولا إعادة عليه إن كان وضعها، أي الجبائر على طهر وكانت في غير أعضاء التيمم وإلا أعاد. عندنا المذهب يعني شديد بعض الشيء في مسألة الجبائر، طبعا يعني أشد المذاهب في مسألة الجبيرة. قال ماسح الجبيرة يتيمم ويمسح على الجبيرة ويصلي ولا إعادة عليه. ولا إعادة عليه مقيدة بشروط. ولا إعادة عليه مقيدة بشروط. قال إن كان وضعها أي الجبائر على طهر، يعني قبل أن يضع الجبيرة لابد أن يكون إيه؟ طاهرا من الحدثين الأصغر والأكبر. طيب يا عم الشيخ، أنا ذراعي كسر وذهبت إلى المستشفى، هل أحد يذكر وضوء في هذه الحالة؟ أولياء الله يذكرون، فليس كذلك؟ لا يغيب عنهم الله لحظة. ولذلك الإمام الشعراني في كتابه الميزان الكبرى فسر هذه المسائل. من أراد أن يتعرف يعني على حكمة هذه الأحكام وسرها فليدمن القراءة في كتاب الميزان الكبرى للإمام الشعراني. يقول لك هذا الكلام أو هذا الحكم نعم فيه تشدد،
ولكن اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ممكن بس لو الموبايل قريب هنا يضيء المكان، يعني يوضعونا على وضعنا أعلى يضيء المكان. فالشاهد أن عامة الناس ممكن يعني مثلا عندك أحناف لا يجبون أن توضع على طهر، فهذا يخاطب به عوام الناس، لكن العبد الصالح الذي لا يغيب عنه مولاه لحظة لا يتحرك بدون وضوء ولا يشق عليه ذلك. إذا قال ولا إعادة عليه إن كان وضعها أي الجبائر على طهر، طيب وضعها على غير طهر إذا يجب عليه أن يعيد كل الصلوات التي صلاها بعد فك الجبيرة. طيب وكانت في غير أعضاء التيمم، وكانت الضمير عائد على ماذا؟ على الجبائر في غير أعضاء التيمم، يعني كانت مثلا الجبيرة في القدم لم تكن في الايه؟ في ما هي أعضاء التيمم؟ الوجه واليدين. طيب كانت الجبيرة في الذراع، يبقى هنا في هذه الحالة يجب عليك أن تصلي وتمسح وتتيمم لحرمة الوقت، ويجب عليك أن تعيد الصلاة بعد فك الجبيرة. لماذا؟ لأن هنا فقدنا البدل والمبدل عنه، المبدل عنه الوضوء فقدناه، والبدل التيمم، فأصبحت الطهارة ضعيفة. ففي هذه الحالة يجب عليك أن تعيد الصلاة بعد فك الجبيرة. لكن لو كانت في غير أعضاء التيمم فلا حرج ولا إعادة عليك إن كنت وضعتها على الطهر. يبقى صاحب الجبائر يتيمم ويمسح ويصلي ولا إعادة عليه بشرطين. الشرط الأول أن يكون قد وضعها على على طهر. الشرط الثاني أن تكون الجبيرة في غير أعضاء في غير أعضاء التيمم. واضحة الجزئية هذه أم لا؟ طيب أكمل. وهذا ما قاله النووي في روضة، لكنه قال في المجموع إن إطلاق الجمهور يقتضي عدم الفرق أي بين أعضاء التيمم وغيرها. ويشترط في الجبيرة ألا تأخذ من الصحيح إلا ما لا بد منه للاستمساك واللصوق والعصابة والمرهم ونحوها على الجرح كالجبيرة. ويتيمم لكل فريضة ومنذورة، فلا يجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد. هنا يتيمم لكل فريضة ومنذورة، يعني نظر صلاة أصبحت واجبة يتيمم لهذه الصلاة فقط، يتيمم لصلاة الظهر فقط، وعند صلاة العصر يتيمم مرة ثانية للعصر. يبقى التيمم لا يبيح إلا فريضة واحدة فقط، سواء هذه الفريضة صلاة فريضة واحدة أو طواف فرض واحد، يبقى لا يبيح إلا فريضة واحدة. قال
فلا يجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد، ولا بين طوافين أو أي طوافين مفروضين، ولا بين صلاة وطواف أي صلاة مفروضة وطواف مفروض. لأننا اتفقنا بأنك إن نويت الفرض تفعل معه ما شئت من الايه؟ من النوافل، لكن تفعل معه فرض آخر مثل طواف فرض لا، لا يصح ذلك. ولا بين جمعة وخطبتيها. من كان يسأل؟ أنت. يبقى لا يجوز لك أن تجمع بين جمعة وخطبتيها، هذا في حق الخطيب الذي يخطب الجمعة. يبقى يتيمم للخطبتين تيمم واحد، ثم يتيمم للإيه؟ يعني يكون كيس التراب عنده جنب المنبر، ينزل من على المنبر وإيه؟ ويتيمم، يعني يكون خطيب عنده ذمة وضمير، ينزل ويتيمم قبل الإيه؟ الصلاة، لأن الخطبتين فرض في حقه كخطيب، والصلاة فرض آخر، فيجب عليه أن يتوضأ، أن يتيمم للخطبتين، ثم ينزل على المنبر ويتيمم للإيه؟ للصلاة. هذا في شأن الخطيب فقط. أما المصلي الذي يسمع الخطبة هو تيمم واحد لصلاة الإيه؟ الجمعة فقط. لكن هذا الفرض أو هذا التعدد في شأن الخطيب الذي يخطب الإيه؟ الجمعة. نعم. وللمرأة إذا تيممت لتمكين الحليل أن تفعله مرارا وتجمع بينه وبين الصلاة بذلك التيمم. وللمرأة يعني المرأة الحائض أو النفساء التي انقطع دمها ولم تجد الماء لكي تحل لزوجها. احنا عندنا شرط حل المرأة لجماع زوجها بعد الحيض والنفاس أن ينقطع الدم، ثم تتطهر يعني تغتسل قبل الجماع وبعد الحيض. طيب هنا انقطع دمها، الحائض أو النفساء انقطع الدم لكن لا يوجد ماء لتغتسل، فيجوز لها أن تتيمم لكي يتمكن زوجها، الحليل يعني الزوج، لكي يتمكن زوجها لتمكين الحليل أن تفعله مرارا، يعني تفعل هذا الجماع مرارا بتيمم واحد، لا حرج في ذلك عليها. وتجمع بينه وبين الصلاة بذلك التيمم، يعني صورة ذلك، يعني إن تصورنا هنا في صورتين، أن تتيمم لتمكين الحليل الزوج، فهل تستبيح بهذا التيمم الصلاة مع هذا التمكين؟ هو تمكين الحليل من أي مرتبة؟ المرتبة الأولى أم الثانية أم الثالثة؟ أليه؟ واتفقنا أن المرتبة الثالثة لا تستبيح الإيه؟ لا الأولى ولا الثانية. يبقى كلام الشيخ هنا حتى يفهم على معناه الصحيح صورته تكون بأن تتيمم بقصد الصلاة، ثم اتفقنا أن المرتبة الأولى تبيح المرتبة الثانية والثالثة. يبقى أن تتيمم بقصد الصلاة ولها أن تمكن زوجها بهذا التيمم، يعني يكون نية تمكين الحليل تابعة للإيه؟ للصلاة، لنية استباحة الصلاة لا العكس. واضح أم لا؟ يبقى النية تكون نية صلاة الفرض أو صلاة النفل، ويدخل فيها المرتبة الإيه؟ الثالثة التي هي تمكين الحليل. لكن أن تتيمم بنية قصد تمكين الزوج
وتندرج معها الصلاة؟ لا، اتفقنا المرتبة الأولى يدخل فيها الثانية والثالثة، الثانية تدخل فيها الثالثة، لكن المرتبة الثالثة لا تدخل فيها الإيه؟ لا الأولى ولا الثانية. نعم. وقوله ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل ساقط من بعض نسخ المتن. يعني أظن نكتفي بهذا القدر، تعبت من التيمم، أنا تعبت. تتيمم مرة أخرى إن أرادت الصلاة، لكن تيممها بالنسبة لنفس الفعل لا يجب. تيممها بالنسبة لنفس الفعل الذي هو الجماع لا يجب، لأنه تحصيل حاصل لا يجب. لكن إن أرادت أن تفعل عبادة أخرى تتيمم. يعني هي تيممت بقصد تمكين زوجها منها، فهل يعني يجامعها مرة واحدة فقط أم له أن يكرر أمر الجماع بهذا التيمم؟ لا، له أن يكرر أمر الجماع، يعني لا يشترط أن يكون هناك تيمم لكل جماع. هي تتيمم مرة واحدة عن الحيض، يعني عن غرض تمكين الحيض مرة واحدة تكفيها، ولا تتيمم بهذا الغرض بعد ذلك، لكن تتيمم للصلاة. لماذا تبطل الردة التيمم ولا تبطل الوضوء؟ لا تبطل الوضوء أيضا، الردة تبطل كل العبادات، الوضوء والصلاة والتيمم. كيف تكون نية التيمم بعد غسل الصحيح؟ نية استباحة، نية استباحة الصلاة أيضا. هل يجوز استعمال غبار من الشباك في البيت؟ نعم يجوز ذلك، أي تراب له غبار. هل يجوز التيمم على الميت إذا لم يوجد ماء؟ نعم، الميت إذا لم نجد له ماء نيممه ونصلي عليه. طبعا يعني نبحث، وإن كان له أولاد يعني يشترون الماء لكي يغسلوا والدهم، لا يكون يعني بخلاء على أبيهم، الرجل يعني رباهم ويعني كبرهم. كيف يتيمم شخص مقطوع أحد يديه؟ وهل يصح في هذا الحال أن يطلب ضربتين بيد واحدة؟ هو يضرب ضربة بيده يمسح بها الوجه، ثم الضربة الثانية ممكن، يعني احنا اتفقنا بأن الضرب ليس شرطا، ولكن إن وضع ذراعيه أو ذراعه في التراب ومسحه أو انتقل التراب إلى الذراع كفى ذلك، فممكن أن يضع الذراع في على التراب، يعني بحيث أن التراب يمس كل الذراع ثم يتيمم، أو يساعده أحد
ولو وجد الماء لكن ثمنه غال جدا هل وجب علينا؟ لا، يعني الثمن الماء بثمن المثل، الماء بثمن المثل بالثمن المعتاد، لكن وجدنا التاجر يستغل حاجة الناس ويزيد بشكل فاحش في سعر الماء، لا فلا نشتري الماء في هذه الحالة. هل يجوز للمرأة أن تعيد غسل الواجب بعد تيمم؟ هل يجوز للمرأة أن تعيد غسل الواجب بعد تيمم؟ هل يجوز للمرأة أن تعيد غسل الواجب لا أفهم السؤال. إن كان يعني من الشباب يقوم ويوضح السؤال، إن كانت يعني من السيدات الفضليات يعني أرجو توضيح أكثر، يعني لا أفهم كيف أتيمم في السفينة لتعذر استعمال الماء. أنت تسأل، أنت تسير في البحر. يعني إيه؟ لا، المرض شيء آخر، هو لتعذر يعني استعمال الماء. إن كنت إن كان ذلك لفقد الماء فأنت في الماء، لكن إن كان ذلك لمرض فأنت معك، أنت تعرف أنك مريض، فيكون معك كيس أو شيء يعني شنطة فيها تراب يكون معك تتيمم به، فأنت تعرف أنك في حاجة إلى التراب. وهل يصح أن أتيمم بالتراب في جدار السفينة طالما أنه يوجد تراب وله غبار تيمم به؟ لكن الجدار في حد ذاته لا يجوز أن تتيمم به، الجدار في حد ذاته لا يجوز أن نتيمم به. المعادن، الحديد، الحجر، الزلط، كل هذا لا يجوز لك أن تتيمم به. لكن الأرض، البلاط مثلا، تجمع فيه التراب وتلفظ عليه ويحدث غبار، ففي هذه الحالة يجوز لك أن تتيمم بهذا التراب. بين صلاتين يتيمم للظهر، يصلي الظهر ثم بعد أن يصلي الظهر جمع وقصر يتيمم للعصر ويصلي العصر. يعني التيمم الواحد لا يفعل به أكثر من فريضة، التيمم الواحد لا يفعل به أكثر من فريضة. في رقبته يعيد يجتهد في إعادة الصلاة، مثلا يقسمها على الأيام، يعني يجتهد لكن لا يتكاسل، لأننا لا نعرف متى تأتي المنية. كما قلت لك يعني هذه الأحكام إن كان فيها بعض يعني الشدة، لكن دائما العلماء والصالحين دائما يأخذون أنفسهم بالشدة، ودائما يحرصون على الخروج من الخلاف، دائما يحرصون على الخروج من الخلاف في حق أنفسهم، لكن في حق الفتوى، في حق المستفتي يخففون عليه. يعني دائما هكذا أهل الله والعلماء الصالحون يأخذون أنفسهم بالشدة و يسهلون على الخلق أمر دينهم. ندعو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قرأنا وبما سمعنا.
اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا. اللهم يسر لنا أمورنا واقض عنا حوائجنا وسد عنا ديوننا واسأل اللهم لنا في أرزاقنا أصبح اللهم أحوالنا وأحوال المسلمين. ارض اللهم عنا وعن جميع المسلمين. استرنا يا ربنا واستر جميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.